أسئلة من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا بحب أشكر معايا الوزير سيادة الدكتور خالد فهمي لدعوته لي في حضور هذا اللقاء بالإنابة عن السيد وزير الصناعة سيد منير فخر الدولية. طبعا المشروع بتاع تحسين كفاءة الطاقة هو من المشروعات الهامة جدا بالنسبة للصناعة في مصر في الوقت الحالي، نظرا طبعا للشح والفقد الكثير في موارد الطاقة للصناعة. الصناعة بتمثل في مصر ما يقرب من حوالي 29% أو 30% من الاستهلاك الكلي للطاقة، يعني تلت الطاقة الموجودة تقريبا بتستخدم في الصناعة. فكان من الواجب تماما ان احنا نراعي حتة كيفية استهلاك او ترشيد استهلاك الطاقة لهذا القطاع الهام في مصر، نظرا للطلب الكثير على التوسع في الصناعات المتوفرة حاليا في مصر، وطلبنا احنا كموارد مخصصة للدولة من الصناعة، وبالتالي كان لازم هذا القطاع نحطه في اهتمامنا ونشاركه، لأن الفكرة عند الكثير من الصناعات غير مدرك إن ممكن يوفر كثير جدا من موارده ودخله ومكسبه من خلال بعض أفكار وأنظمة ممكن يضعها لكيفية ترشيد الطاقة بأنظمة مختلفة. هذا المشروع بدأ أعتقد من سنة ومستمر حتى 2017. شاركنا هيئة التنمية الصناعية شاركت فيه تدريب جزء كبير من المهندسين المتخصصين، ورشحنا صناعات محددة كثيرة استهلاك للطاقة مثل الأسمنت والأسمدة والسيراميك وخلافه من ومشروعات أيضا هندسية، وتم بالفعل مشاركة هذه الصناعات. بعض منهم بدأ يحصل على العائد من فكرة هذا المشروع في بدايته، وكيفية وضع آلية مستدامة لهذه المصانع في ذاتيا بحيث ما كده يقدر يقدر ويدرب الناس عنده، يعني الطقم يبقى موجود وجماعات موجودة في هذه المصانع لإدارة هذا العمل واستمريته في المستقبل إن شاء الله. فهذا المشروع مهم جدا بالنسبة للصناعة، وأرجو أن طبعا الجزء اللي احنا بدأنا فيه أقرب ما يقرب من 30 شركة ومصنع أنها تزيد بإذن الله في المستقبل القريب بإذن الله. فدي دعوة لكل رجال الصناعة والصناعات للمشاركة في هذا المشروع، وأتمنى لهذا المشروع طبعا التقدم بإذن الله وتحقيق أهدافه وتوفير طاقة إضافية لصناعات أخرى احنا في حاجة لزادتها في مصر في الفترة القادمة. شكرا فندم لحسن استماعكم. شكرا 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 سيادة اللواء. دلوقتي مع كلمة السيد الأستاذ الدكتور خالد فهمي وزير البيئة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية برحب بحضراتكم، أهلا بكم في بيت القاهرة التعليمي، وبرحب بزميلتي العزيزة أستاذ جوبانا، علاقة عمل طويلة، وبرحب بها ممثلة لمنظمة التنمية الصناعية. أهلا وسهلا بجوبانا، وأهلا وسهلا بسيادة اللواء رئيس هيئة التنمية الصناعية. شاركنا في كل ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالصناعة والبيئة. طيب خلينا نقول أهم حاجة النهاردة، احنا بنتكلم على قطاع الصناعة، ولا يخفى على حضراتكم أهمية قطاع الصناعة في مصر. احنا بنتكلم على قطاع بيستحوذ ويوفر فرص عمل لما يقرب من 2 مليون فرصة عمل. بنتكلم على قطاع ب 37% من الجي دي بي او من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي. بنتكلم على قطاع نمو اساسا مطلوب لاستدامه التنميه، وبالتالي التنميه الصناعيه هي المحور الاساسي للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. زياده درجه التصنيع في مصر مهمه جدا لزياده القيمه المضافه ولاتاحه فرص عمل اكتر للشباب، وبنحنا بنتكلم على الصناعه من اهم او قطاع من اهم قطاعات التنميه الاقتصاديه في مصر. ولكن مع ذلك حضرتكم تعلموا جميعا ان احنا عندنا مشكله طاقه، ومن سمات الصناعه المصريه انها
فيما يخص رشادة استخدام الطاقة إلا أنها أقل من المعدلات الدولية. إحنا وحدة الطاقة أو مكون الطاقة في المنتج الصناعي أقل من العالم من 10-50%، وبالتالي ما بنقدرش تنافس، تنافسيتنا بتبقى بيأثر على تنافسيتنا اللي هو مدخل الطاقة إلى إجمالي سعر المنتج، فبنلاقي إن تنافسيتنا قليلة. في نفس الوقت إن إحنا عندنا مشكلة طاقة، والمشكلة مش مشكلة زي ما قالت جوفانا بس كم الطاقة، ولكن كيف ترشد في استخدام الطاقة. لا شك إن ترشيدك في استخدام الطاقة هيحسن اقتصادات الصناعة، وهيحسن الأثر على البيئة، وهيحسن الأثر على موارد الطاقة، وبالتالي هذا الثالوث الاقتصاد الطاقة والبيئة ثالوث يجب إن إحنا نعالجه بشكل شامل مش بشكل جزئي. مشروع اللي إحنا بصدده اليوم هو مشروع أساسا بينفذ من خلال وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة البيئة وهيئة United Nations Industrial Development Organization أو مؤسسة أو هيئة التنمية الصناعية الدولية. وفي أكتر من مكون، في مكون بيتعلق بالسياسات، ما هي السياسات اللي ممكن ننتهجها علشان نخلق البيئة المؤاتية لترشيد الطاقة، يعني السياسات السعرية ايه، سعر الطاقة يؤثر على مدى تعاملك معه، فما هو الجزء الخاص بالسياسات. فعندنا مكون شغال في السياسات، عندنا مكون آخر شغال في المصانع نفسها، 31 مصنع كويس، بالإضافة لتدريب العاملين فيها، بالإضافة أن بيتم مساعدتهم في تنفيذ برامج ونظم لترشيد الطاقة. 2 منهم حصلوا على شهادة الأيزو في هذا المجال. طبعا مرتبط بذلك الجزء الخاص ببناء القدرة. نيجي النهاردة للجزء اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، هو الجزء الخاص بالوعي. الوعي اللي بيستهدف أساسا في المقام الأول طبعا الشركات الصناعية، عشان ننشر الخبرة والدروس المستفادة اللي احنا اكتسبناها من العمل مع بعض الشركات الصناعية المنطقة، انها يتم ارسال الرسالة الى منشآت صناعية اخرى، بحيث يكون في اثر المضاعف بقى، يعني يبقى في اكتر من منشأة واكتر، وتبدأ الصناعة المصرية تستجيب لهذا الامر، بالاضافة طبعا الى جزء خاص بالاجهزة التنفيذية والمحلية، وبالاضافة طبعا الى المواطن العادي ان هو يقدر يكون على علم بما معنى ترشيد الطاقة وما هي جهود ترشيد الطاقة. ده في عجالة اللي احنا جايين نتكلم فيه النهاردة او نطلقه النهاردة، هي حملة كفاءة كويس، اللي اساسا هي المكون الثالث من مكونات المشروع، واللي حضراتكم هتقدروا تستفيدوا بيها للحصول على كل المعلومات المتوفرة لدينا فيما يخص بترشيد الطاقة في المصانع كويس، و نقدر نتيح كمان هذه المعلومات للناس المتخصصين في باقي المشاريع. بشكر حضراتكم طبعا على الحضور. انا عارف ان حضراتكم احنا قلنا يعني نربط حاجتين ببعض كويس، والاثنين خاصين بالطاقه، يعني احنا النهارده بنتكلم على ترشيد الطاقه وهو اساسي، لان انا ممكن اوفر لحد 20% من الطاقه، ولكن كمان بتكلم على منظومه طاقه جديده بيدخل فيها مصدر جديد وهو الفحم. الاثنين بيكملوا بعض. سياسات الطاقة واستراتيجية الطاقة في مصر مبنية على كذا محور. المحور الأولاني والأهم هو ترشيد الطاقة اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، في ترشيد القطاع في الصناعة، في ترشيد القطاع في الكهرباء واستخدام اللمود الموفرة والآخره، ده جزء من ترشيد الطاقة. بالاضافه لكده بنتكلم طب عايزين نوسع مصادرنا اللي موجوده عشان نوفر الطاقه للاقتصاد المصري، اللي متوقع انه في 15 سنه توصل احتياجاته لاكثر من 85 ل90 جيجا وات، واحنا حاليا بننتج 30 جيجا وات، وبالتالي يثور التساؤل هنجيب ال60 دول منين. أول حاجة بنرشد الطاقة فبنقلل احتياجنا أو معدل زيادة احتياجنا من الطاقة. تاني حاجة
بندخل مصادر جديدة للطاقة زي الشمس والرياح وطاقة المخلفات والطاقة النووية وطاقة الفحم وطاقة البترول وطاقة الغاز والطاقة المائية. كل ده يمثل خليط الطاقة الجديد في مصر. لا يمكن أن نفصل بين الاثنين، لأن الترشيد الطاقة وتنويع مصادر الطاقة لأن الاثنين هما الركيزتين الأساسيتين لاستراتيجية الطاقة المصرية. وده مش جديد، معظم كل الدول في العالم بتمشي على المحورين دول. فاحنا مستعدين لأخذ أسئلة حضرتكم في الاثنين، في ترشيد الطاقة في الصناعة وفي تنويع مصادر وموارد الطاقة للصناعة ولغير الصناعة الاقتصاد المصري ككل. بشكر حضراتكم وأرجو بس إن احنا نحاول ننظم طريقة الأسئلة والأجوبة كويس. يعني في كذا طريقة، ممكن ناخد عدة أسئلة في مجال معين وبعدين نجاوبهم مرة واحدة، وفي بقى الطريقة وان اون وان، يعني سؤال وأجابة وسؤال وأجابة وسؤال وأجابة كويس. اللي هيحدد الكلام ده هو حجم الأسئلة، يعني حجم الأسئلة وحجم الناس اللي عايزين يسألوا. وفي طريقة تانية ان احنا نقسم جزء خاص بترشيد الطاقة وبعدين نتنقل للجزء الخاص بضوابط تداول الفحم كويس. اعتقد كده ممكن يبقى احسن. طب نفتح عايزين ننظم الأسئلة عشان كلنا نستفيد بالوقت. فخلينا بعد إذن حضراتكم الإخوة والأخوات اللي ليهم أسئلة فيما يخص الترشيد الطاقة خاصة في الصناعة، بنفتح المجال ليهم. أهلا وسهلا بحضراتكم، فتفضلوا. في أنا شايف 1 2 3 4. هنعمل الآتي، هناخد واحد من الشمال وبعدين واحد من اليمين وبعدين نرجع تاني كده عشان فهناخد من الشمال الأول كويس. فضل حضرتك بس نعرف الاسم والجريدة بعد إذن سيادتك. سلطان عبد الباسط، مجلة العلم، تجد من ضرب المولد. نعم يا فندم. سيادة الوزير، يعني هنتكلم عن ترشيد الطاقة ورفع الكفاءة. حضرتك عارف إن المشروعات الاستثمارية والمؤتمر الاقتصادي قد إيه تم التعاقد على مشروعات ضخمة جدا. هل الترشيد ورفع الكفاءة هنقدر نواجه بيهم الطلب المتزايد على الطاقة المطلوبة في الفترة القادمة؟ في جزئية تانية كنت عايزة من سيادة اللواء، عايزة أقول لو في نموذج يا سيادة اللواء لمصنع معين كانت الطاقة فيه كمية الاستهلاك الطاقة فيه بحجم كذا وتم الترشيد بكذا، فده ممكن نقول نموذج إن هيوفر نسبة كذا ودي يبقى فيها أمل أو مبشرة إن فعلا الترشيد ورفع الكفاءة هيجيبه فعلا ناتج كويس. شكرا. طيب ناخد أسئلة الترشيد كلها عشان هم 4، ناخدهم كلهم مرة واحدة ولا رسالتك أي فن بالمرة. جوانا we'll take all the questions and then we'll okay. سيد فوزي، لا انا قلت فندم، انا قلت وهي موجوده في الورقه يا فندم. انا قلت لحضرتك عشان بس يبقى كلنا، انا قلت ان معدل استهلاك الطاقه لكل وحده انتاج، يعني كل وحده انتاج بتاخد قد ايه طاقه، بناخد كميه الطاقه على عدد الوحدات او على سعرها، ونقول كل وحده طاقه او كل جنيه انتاج صناعي في قد ايه نسبه الطاقه. ده احنا اقل فيه او يعني او ازيد فيه 10% ل 50% من متوسط العالمي، مما يعني ان انا غير رشيد في استخدام الطاقه، او ان تكلفه الطاقه اللي انا بدفعها اكتر من دول اخرى، فهم ليهم تنافسيه اعلى في المنتج ده. ده اللي اقصده، وارجو انا اسف اذا ما كانش ده كان واضح في الكلام. منال العسل، اليوم السابع. خلاص كده، اتفضلي.
الحقيقه حملت الفرقه النهارده لتحسين او ترشيح استخدام الطاقه في القطاع الصناعي. انا يهمني اعرف حاجتين، ايه الفرق بيننا وبين مشروع التحكم في التلوث الصناعي، ومدى مساهمه من برنامجين الاثنين او المشروعين في فكره ترشيد الطاقه. حاضر. عاوز اعرف 30 مصنع اللي هم اوريدي اشتغلوا، ليه بس 2 منهم اللي اخذوا الجوده؟ هل في معوقات قابلتهم في ان هم ال 30 كلهم ياخدوا الجوده ولا لا؟ شكرا. طيب ناخد اخر سؤال بقى في الحته دي. اتفضل فيلم بس اتعرف بسيادتك. معلش تاني فندم تاني فندم تاني. المهندس محمد فرج الصوافي امين عام الجمعيه المصريه لتطوير انتاج الفحم. بصراحه يعني وزاره البيئه باذله مجهود كبير في تطوير صناعه الفحم ومجاميع الفحم، ولكن انا مش بس اسواق، اللي هي مطلب بسيط جدا، عشان احنا عندنا 3 مشاريع في مجال ترشيد الطاقه مع الجهات او الصناعات الفقيره. اول صناعه فقيره صناعه العسل الاسود في صعيد مصر. احنا عندنا حوالي 300 وحدة لصناعة العسل الأسود بيستخدموا مصاص القصب بشكل عشوائي، وده بيعمل تلوث أكثر من المجانير 4.5 مرة. فإحنا بنصنع لهم ولاعة بمصاص القصب متوافقة مع البيئة، بس ما لقيناش حد يساعدنا ورفضنا لكل الجهات ومكتب الالتزام البيئي. بصراحة بيبذل بقى عنا مجهود، بس إحنا قدامنا مشاكل في الإجراءات، مش قادرين ناخد قرض واحد عشان نعمل اول مشروع انشائي لصناعه العسل الاسود. وانا شايف ان مشروع صناعه العسل الاسود يعني بعيد جدا عن القاهره، والقاهره مش مهتمه بصناعه العسل الاسود مع انه بيعمل تلوث كبير. ده اول مطلب. ثاني مطلب، احنا بنعمل في محطات الترحيل بتاع القمامه، ودي مشكله كبيره بتواجهنا في القرى، مش قادرين نتنفس بالليل وتاخر. طب ممكن اعرف السؤال في النقطه الاولى؟ يعني هل ممكن نقول السؤال اين دعم الجهات لهذه الصناعات؟ خالد بيفهمني انت يعني لا تبذل جهدا في هذا الموضوع، احنا عايزين دعم عشان نعمل ماشي خلاص انا فاهم. تمام. مساعدة مصنع عسل يوسف دلوقتي في نجاح عمليه. تمام. عشان دي مشكله كبيره. تمام. الموضوع الثاني ان احنا في مقالب ترحيل القمامه، عشان عندنا مشكله كبيره في القمامه في القرى، ما بنعرفش نتنفس كبير، ودي اخطر من المجاميع ومصانع الطوب. عملنا وحده للاشعال بالقمامه، وبنركب معاه فرن فحم عشان مشكله تقليل المكاميل اللي سعادتك يعني معاصرها. عندنا ازمه في اداره افران الفحم لتطوير صناعه المكاميل، فاحنا فكرنا نعمل ولاعه بالزباله او بالار دي اف بالمخلفات تشغل فرن فحم، وشغالين في المشروع ده حاليا. عايزين رعايه حضرتك لان اللجنه القائمه على تطوير صناعه المكاميل داخل وزاره البيئه، لان هذا الموضوع لا يعنيها في شيء، بتتكلم في قوانين وتشريعات بالتعاون مع التنميه الصناعيه، وده موضوع لسه هناخد فيه وقت. الموضوع الثالث والمهم جدا، وده طبعا احنا بنهتم بيه، احنا عايزين نعرف بس سعادتك الصناعات الفقيره اللي الجمعيه المصريه لتطوير انتاج الفحم بترعاها، من اول صناعه العسل الاسود وصناعه الفحم وانتاج الطاقه في مقالب القمامه، مش قادرين نوصل صوتنا ليكم، لان انتوا بتشترطوا تراخيص، والتراخيص دي اصلا المفروض مرحله اخيره لما نعمل المشروع. فلما اروح لمكتب التزام البيئي، برنامج التزام البيئي، عشان اخد منه قرض، بيقول لي هالترخيص. فانا عايزين نقول الالتزام البيئي اللي هو تبع اتحاد الصناعات، اللي هو المهندس احمد. اصل ساعات التزام بيئي بيبقى بيئه يبقى الوزاره، يعني انت قصدي حضرتك التزام البيئي بتاع اتحاد الصناعات. وبنتكلم برضه المهندس احمد كمان عمال يتبذل معانا مجهود خطير، بس ده برضه موضوع احنا عايزين نشترك ما بين وزاره البيئه وبين التنميه الصناعيه، لان احنا يعني قدام عهد بالتنميه الصناعيه ونصر حضرتك فعلا. تحت امرك تحت امرك. كده ممكن نتكلم بقى في لا حضرتك ما فلمتيش؟ لا اتفضلي يا فندم. طب بس حد يديها مايك ولا حاجه. سوري. سيادة الوزير، انا طلعت بكوني بمعنى شهر. عايز اعرف من حضرتك ان دراساتك جدول المشروع الكفائي، المفروض تتكلم ان المشروع نفسه قادر على توفير قد ايه من 60 جيجا وات حضرتك اتكلمت عنه في 15. لا عفوا يا فندم، عفوا 60 جيجا وات ده مصر كلها عايز 60 جيجا وات. لا يمكن حضرتك هتحققيه بالكفايه ده. انا من الاول كده بقول لحضرتكم يعني الترشيد بنتكلم على 20% من استهلاك الصناعه. كويس طبعا احنا ما بنتكلمش على القمه، انا بتكلم حضرتك على مصر كلها صناعه ويعني واحتياجاتها من الكهرباء بس.
انا بكلم حضرتك احتياجاتها بس في الكهرباء، لسه لسه حاجات تانية. فيعني لا سوري انا في حصل خلط كويس، لا احنا بنتكلم ان هناك امكانيه لترشيد الطاقه في القطاع الصناعي بحد 20% من نسبة. يعني انا بستهلك دلوقتي هنخليها سهله، لو انا بستهلك 100 طن مثلا من مكافئ بترول الصناعه، ممكن ان انا بان انا لو عملت مشروعات الترشيد ان انا استخدم 80 بس. هو ده وده مثل، انا بدي مثل للتوضيح لا اكثر ولا اقل. اتفضلي. الفحم ما احنا قلنا هنجيله، هو لما اتكلم على الفحم اتكلم على الفحم النباتي مش الفحم التاني، عشان في خلط وده ضروري نوضحه. هو اتكلم على الفحم النباتي مش كده يا فندم؟ هو بيتكلم على الفحم النباتي، ما بيتكلمش على الفحم الحجري. الضوابط النهارده بتتكلم على الفحم الحجري، الفحم النباتي هنقوله ما فيش مشاكل، بس ارجو ان حضرتك تاجلي بس الحجري عقبال ما نيجي الحجري عشان ما يضيعش السؤال بتاع سيادتك بس. طيب تسمحوا لي انا حدي نبدا من الاول خالص. ترشيد الطاقه هل هو كافي لمواجهه ازمه الطاقه؟ اسماعيل بيه ده انا كان عندي سؤال سلسلة تقريبا مش كده؟ حضرتك طلبت مني اللي هو نموذج محدد للمصانع من ال 30 اللي تمت بالفعل واخدت الجوده. كان عندنا مصنع سبتك للبيت الكيماويات ومصنع العز للدخيله، ودول بالفعل حققوا وفر يقدر بنسبه سبتك ل 40 جيجا وات ساعه، وبالنسبه للعز 650 جيجا وات ساعه. ده حصل هذا الوفر في هذه المصانع، يعني في وفر فعلي حصل من هذه الشركات لصالحهم. مجرد بس مجرد ما هي الاجراءات وبرنامج بيتم تنظيمه عرفنا فين نقط الضعف اللي عندهم وحسنوها واخدوا هذه الارقام بالوفر بتاعهم. السؤال الثاني دول ال 30 الباقيين بيعملوا ايه؟ المشروع بدا زي ما قلت مش 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 لمده طويله، فال 30 المتبقيين شغالين. يعني في مجموعه الوحده المختصه بهذا المشروع الباشمهندسه موجوده معانا، يمكن ما قالتش بالظبط المجموعه عملت ايه او الوحده، لكن الوحده بالكامل شغاله على كل هذه المصانع، لكن ما زال البرامج شغاله في 30 مصنع الباقيين. حضرتك تكون ده غطى سؤال سيادتك؟ تمام؟ ثانيه واحده بس عشان بس ايه؟ اصل لو كده هنتشعب مش هنعرف نناقش. احنا ندي الفرصه للناس اللي سالوا اسئله يتجاوب عليهم، وبعدين نخش في اي مقاطعات اي حاجه تانية تحت امركم. اعتقد كده ابتدت غلطه سؤال كان مخصص لل طيب. هي كمان في مشروع مكافحه التلوث الصناعي ده عندي 30% لماذا 30% ليه وليه اتنين خدوا الايزو ومتهيألي سات الوقت رد عليها. ثم ترشيد الطاقة للصناعات الفقيرة هاجي له وانا محطات الترجمة انا جاي لك ترخيص اوكي. جوانا would you like to comment؟ I could what was capturing my attention is the questions that are both on the efficiency but also looking for alternative sources of energy and the fact that there is always these goals that have to happen at the same time. And I believe this is, you know, the way the country is going and the way the country should be going. But again, you know, energy should come first, energy efficiency should come first, because it makes no sense to increase the supply of energy into industries which are energy inefficient. So first we have to make them efficient and then look at how to cater for the extra energy which is needed, in my opinion. That's why, again, I believe that this project is very timely and very important in order to reach that gain. Now, on the what other sources of energy, you know, I could mention that UNIDO also is looking into that specific topic. And again, for the industrial sector, we do believe that there are lots of new applications that can be very, very relevant in order to diversify the energy mix that was also mentioned. And in particular, we'd like to mention that we are about starting this very month a new project for promoting solar applications in the industrial sector in order to substitute part of the traditional fuels that are used by increasing the use of solar energy to produce heat
in especially small and medium enterprises and in sectors that need lots of heat energy, such as textiles, such as food production. So it's another type of assistance that really is very relevant still for contributing to the energy dilemma that the industry is facing. And what is important to mention there is that, again, it's not only about energy and energy consumption or energy supply, but it's also a matter of making industry more competitive by using different sources of energy. And combining the agenda of the environmental agenda or the energy agenda with the competitiveness agenda, and by doing that also looking always at how to create jobs, how to create income opportunities, how to create new industrial sectors. And that's what we are trying to do. So at the same time that we are trying to address the energy issue by this new project for solar energy, we are also trying to address how can we promote new enterprises that can produce solar technologies, and by doing that, how can we also make sure that we create more jobs and sustainable ones in these new enterprises? Okay, thank you. يعني أنا ممكن ألخص لحضرتك بس أنا مش هقدر أترجم لحضرتك كويس، لكن أنا أقدر ألخص لحضرتك لأن أنا مش هقدر أستوعب، يعني مش هقدر word by word، ولكن هي بتقول لحضرتك في عجالة إني هناك حاجة إلى ترشيد الطاقة وهناك حاجة إلى تنويع مصادر الطاقة، وأن في المرتبة الأولى بيجي ترشيد الطاقة كويس، ثم بنبص في تنويع، وأن هم في تكنيكال أساس، في معونة فنية بيقدموها في مشروع تاني خاص باستخدامات الطاقة الشمسية في الصناعة، وكيف أن ممكن نقدم الطاقة الشمسية أو الاستخدامات الصناعية للطاقة الشمسي. ولكن مصر ماشية في الطريق الصحيح أو في الطريق اللي كل الدول بتمشي فيه، وهو الحركة على محورين، محور ترشيد الطاقة ومحور تنويع مصادر الطاقة. بسرعة بقى، يعني هل ترشيد الطاقة كفاية للقضاء على أزمة الطاقة؟ لا طبعا، بدليل خبيرة التنمية الصناعية، بلاش احنا كويس، بتقول ان احنا ضروري نمشي على المحورين، وبالتالي ترشيد الطاقة اذا كان ممكن يوصل في قطاع الصناعة الى 20%، وفي الكهرباء احنا بنتكلم على اكتر من كده، الا انه لن يكون كافيا ان هو يعني يوفر للمجتمع كل مصادر الطاقة بتاعته، وبالتالي هناك حاجة الى زي ما قلنا العمل على محورين، ترشيد وتنويع مصادر الطاقة. هل مشروع مكافحة التلوث الصناعي وإيه الفرق بينه وبين هذا المشروع؟ مشروع مكافحة التلوث الصناعي ما بيتكلمش بس على ترشيد الطاقة، ولكن بيتكلم على الملوثات الغازية والملوثات الصرف السائل والمخلفات الصلبة وهنعمل فيها إيه، وبالتالي هو بيتعدى ترشيد الطاقة، وهدفه الأساسي مش ترشيد الطاقة، وإن كان ممكن يكون في نفس البرنامج جزء منه يوفر طاقة. يعني ايه مش فاهم؟ هل هو المضافه الات على حساب الات اخرى، ولا هوفر ازاي بالنسبه للمصانع؟ طب انا اخلي اسماعيل بي او مدام جيهان تجاوب على كده. طيب احنا اتفقنا يا فندم ان احنا نحترم ان في اسئله اتقالت وما نخش مداخلات، هنفتح تاني، فارجو بعد اذن حضرتك بس عشان، لا انا مش قصدي، انا قصدي عشان اجاوب على اسئله او حضرتك كل الزملاء ياخدوا اجابه ونفتح تاني لو سيادتك عايزه، انا تحت امر حضرتك. استاذ جان، هو ترشيد او تحسين كفاءه الطاقه هو ببساطه شديده جدا ان حضرتك المصنع يقدر يصنع نفس المنتج باستخدام طاقه اقل. بنعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق ان احنا بنقلل الهدر اللي في الطاقه في المصنع بصفه عامه، يعني ده ببساطه شديده بنعتمد على تدابير منخفضه ومنعدمه التكاليف في الاول، بحيث ان احنا نقدر نوجه المصنع لانه يعمل ايه؟ زي مثلا ان هو عنده مثلا حاجه اسمها فاريبل سبيد درايف، او يعني
سرعة متعددة نخليها سرعة ثابتة، درجات حرارة الفرن مثلا بنحاول نقللها، في تدابير معينة كده بنشتغلها مع المصنع على أساس إن هو يقلل من استهلاك الطاقة ويحقق اللي هي توفير الهدر المعدني. أنا أقول لحضرتك حاجة ابسطها لحضرتك خالص لان هو موضوع فني، معلش يعني انا اسف يعني شديد التعقيد حد عليا وانا مش فني، انا مش مهندس. الناس بيقول لك انا مش مهندس ليه يعني، وكان نفسي اكون مهندس بس مجموعي في الثانويه العامه ما دخلنيش هندسه كويس. ف كنا زمان ما كانش في جامعات خاصه يعني، فكنا المجموع كويس. ولكن هو بكل بساطه تخيلي حضرتك لو ميه تبريد فيها حرارة وبتتاخد وبتترمي، لو انا غلفت الماسورة من برة بمادة عزلة ممكن احتفظ بقدر اكتر من الحرارة. سير ماشي قاعد شغال كده لحد ما العمال يحطوا عليه، في اجهزة بتتركب بحيث يقطع عنه الكهرباء لو وعند وزن معين مفيش، يروح قطع الكهرباء او موفر استهلاكي للكهرباء. دي حاجات غلاية بقى كويس، والغلاية غالبا ما بتبقاش محكمة التوصيلات بتاعتها. يعني احنا تعودنا في الصناعة لما درسنا بقى الهندسة بعد كده في الدكتوراه، علمونا ان اول حاجة لحماية التلوث او الطاقة انك تربط المكن، انك تربط وتعمل عمليات الصيانة بتوفر طاقة بالاضافة انها بتوفر تلوث. فحتى عملية الإحلال والتجديد والصيانة في مواعيدها ليها أثرها على ترشيد الطاقة. طبعا في حاجات سوفيستيكيتد بقى دلوقتي، حاجات أكثر تركيبا وأكثر تعقيدا وأكثر فنية، ده اللي بيتبع خاصة في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة. ولا ننسى السعر السعر السعر، لو السعر كان يعكس نظرة المورد طبيعي مية طاقة أي حاجة الناس هترشد فيه، لو السعر لا يعكس كده الناس مش هترشد فيه لأنه مش مصلحات اقتصادية. وبالذات لغة الاقتصاد والأرقام هي اللي بتخليكي تغيري خططك بسرعة. بقى حتة الفحم النباتي، ومعلش أنا آسف هي بره موضوعنا شوية كويس، لكن أنا عارف أنها تستثير شهية السادة الصحفيين كويس، مشكلة الفحم النباتي كويس. مشكلة ان احنا ارجوكم وسائل الاعلام فرقوا بين الفحم النباتي والفحم الحجري. الفحم النباتي تكنولوجي ومنتج مختلف تماما عن الفحم الحجري. الفحم النباتي بيبقى اساسا اشجار ومخلفات اشجار وقش رز والى اخره، بيتم ترميده وحرقه بشكل معين عشان نفحمه عشان يطلع منه فحم النباتي اللي احنا بنستخدمه في حاجات صناعية وحاجات طبية وحاجات غير الشيشة يعني طبعا، ولكن في حاجات اخرى كويس. وده جزء هام، ولكن للأسف في مصر بيتم جزء كبير من انتاجه في مكامير مفتوحة حرق عشوائي فبيعمل لنا دوشة. وبالتالي شغل الأستاذ الجمعية شغل هام جدا جدا، ان احنا نعمل افران مطورة، وان احنا بدل ما نقفل على الناس الصناعة الا ان احنا نخليهم يغيروا الفن الانتاجي، وفي نفس الوقت نجيب فن انتاجي بسيط سهل ان الناس دي يدروه. وده اتعمل ويبقى اللي احنا بننفذه حاليا استراتيجية الوزارة والتي وافق عليها مجلس الوزراء، هي استراتيجية جديدة مبنية أساسا على نقل المكامير من الفن الإنتاجي القديم الملوث للبيئة إلى فن إنتاجي أو إلى أفران مطورة نقدر نتحكم فيها في الانبعاثات، ونطلع جودة أحسن من الفحم، ونطلع كمية أكتر من الفحم. احنا اللي اتخذناه هو ان احنا منعنا التصدير مع وزارة الصناعة، منعنا التصدير، هو بيضحك طبعا كويس، منعنا التصدير لان احنا تملي كان في السنوات اللي قاعدين نجري وراهم ومش قادرين نسيطر عليهم
فقاعدين نجري هنا ونجري هنا، طف هنا، امسك هنا، احبس هنا، الناس يجروا منك، ينقلوا من مكان لاخر. هذه سياسة عقيمة. كويس، احنا في رأينا ما نحولهم لمنتجين اكثر تطورا. فالسياسة هي طب ما نديهم الافران اللي متوافقة بيئيا واللي ممكن لما يروح وزارة الصناعة يرخص. هو قال التراخيص ومش عارف يرخص ليه؟ عشان القانون بس. القانون مش بس القانون، مش بس القانون، لان احنا غيرنا القانون تعديلات. سيادتك شفت في اللائحة احنا هي مش بس فحم حجري، ولكن هي فحم ومية وحاجات كتير موجودة في اللائحة. حاضر، بس اكمل بعد اذن سيادتك. كويس، هم محتاجين ايه؟ عشان كده من الاخر هم محتاجين ان احنا نديهم ان هذا النوع من المكان من الافران متوافق بيئيا علشان وزارة الصناعة تديله الترخيص بتاعه. كويس، فاحنا عملنا ايه؟ اخترنا الاول 5 انواع، وبنتم حاليا دلوقتي قياسات من معملين. ثانية واحدة بس عشان الناس مش عارفين. من معملين، معامل احنا يعني اديناها الاعتماد وتقدر تشتغل معاهم وتقيس، والمعمل بتاعي انا يوم يكون في معملين بيقيسوا، مش معمل واحد بيقيسوا بيقولوا بناخد الكلام ده، عاملين لجنه في وزاره الصناعه بنروح لها علشان نوع معين، نقول مثلا فرن كذا مواصفاته كذا ده ممكن يستخدموه. يوم الناس اللي بيشتغلوا في الكلام ده يروحوا يشتروا ايه؟ الفرن ده ويبداوا يشغلوه، فيقوم ياخد موافقات وياخد موافقات التقييم البيئي وياخد التصريح. احنا بندفع في كده، بالاضافه لكده ان احنا دلوقتي بنتفق على آلية لتمويل الافران، وعايزين نجيب لهم آلية تمويلية بسعر فايدة منخفض جدا وبفترة طويلة للتقسيط، وبالتالي اقدر احل المشكلة بشكل يخليها ما ترجعش تاني. هيبقى فاضل بقى اللي مش عايزين يخشوا في الطريق الصح. اظن ان احنا من حقنا نتعامل معهم قانون، لكن ضروري الاول نجد الطريق. فرن نوعه ايه؟ شكله ايه؟ مواصفاته ايه؟ متطابق مع المواصفات القياسية المصرية، توافق عليه وزارة الصناعة، واحنا من الناحية البيئية موافقين، هنصنعه محلي، وبالتالي هندعم الاقتصاد القومي، وننقل صناعة الفحم من مرحلة عدم الالتزام إلى الالتزام بالبيئة، ونقدر نصدر. أنا صحيح استخدمت أداة اقتصادية إن أنا منعت التصدير إلا بموافقة من المصنع إن هو متوافق بيئيا، فمش هيقدر يصدر. لو ما كانش واخد موافقة مش هيقدر يصدر. للعلم بس التصدير كام يا فندم؟ مليون، 50 مليون، ما يقرب من 50 مليون جنيه في السنة. كويس، أنا بقول حضرتك، أنا بقول بس الرقم المتواضع. كويس، ففي سوق، في سوق، وفي تصدير، في تصدير. فاضطرينا ان احنا نلجا بدل ما استخدم القانون استخدمت الادوات الاقتصاديه. اتفقنا مع سيد وزير الصناعه وطلع طوال، قام الناس جولنا علشان نوافق اوضاعه، واتفقنا معاهم على خطه. واحنا دلوقتي الكوره في ملعبنا احنا، ان احنا بنقيس لهم وبنقول لهم ما هي الافران. وانا سعيد يا فندم ومستعد للتعاون مع الجمعيه بتاعتكم عشان العسل، لان انا عندي مشكله كبيره في العسل الاسود، وسيادتك عارف ان في مصانع كتيره تقليديه هتتقفل لانها خارج المنطقه الصناعيه ومنتشره، مش عايزين بقى نخش في التفاصيل. كويس، فاحنا عايزين نتفق مع هيئه الصناعه ونقعد مع بعض ونشوف لو في مشروع ريادي نخش فيه معاكم، احنا مستعدين. اهلا وسهلا بحضرتك، سيادتك اتصل الاستاذ ايمن رفاعي او الاستاذ محمد فاروق، سيادتك عارفهم هم، واهلا وسهلا ونضمننا في المجموعه اللي معانا. طب عشان ما هنقلبها فحم نباتي النهارده، ماشي؟ ايوه، احنا فكرنا برضه زي موضوع العسل الاسود،
بس معلش 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 بالراحه 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 بالراحه. ار دي اف مخلفات، ار دي اف بيطلع من معالجه المخلفات. ايوه. فضروري يكون عندنا مصنع بيشتغل على المرفوضات يطلع الار دي اف اللي هي مصبعات الطاقه يعني. بالظبط. في ساعاتك محطات ترحيل موجوده في القرى المنشاه الجديده، محطات ترحيل بيخش الزبال يفلس اللي هو عايزه والباقي ده وبيسيب ده بقى اللي احنا بنشغل بيه الولاعه. بالظبط. اللي هتشغل فرن الفحم، لان ساعاتك لما تيجي تعمل مشروع تطبيق هتقابلك مشكله في الطاقه في اخر السنه، وبالتالي فرن الفحم مش هيكسب. فاحنا عملنا كده عشان طيب خلينا انا بقول لسيادتك اتصل بينا وخلينا ندرس دي كتجربه، لان زي ما انت سيادتك عارف ان في بيبقى جزء منها عضو كبير وبيحتاج تسخين، فبنصرف عليه طاقه اكتر من الطاقه اللي طالعه منه. ده الدروس اللي عندنا. عايزين بقى نشوف حضرتك عملت ايه بالظبط، واحنا مستعدين حضرتك تيجي لنا، وعندنا مجموعه العمل دي كلها شباب ما شاء الله، سيادتك تقعد معاهم، واذا كان كده نتوكل على الله ونشوف اجراءات ترخيص هذه التزاوج. عايزين تسجيل بس لسعادتك. حاضر يا فندم. سيادتك بعد الاجتماع حد لحضرتك واحد تسكين. ماشي. تحت امرك. تحت امرك. طيب ممكن ترشيد الطاقه كده خلاص؟ ترشيد الطاقه خلاص؟ ها؟ آه. طبعا طبعا لو حرقت طاقه اقل هيطلع غازات ثاني كربونيه اقل، فهتاثر في نصيبنا احنا من الغازات الاحتباس الحراري، وهذا طبيعي يعني. وده برضو متشكرين ان حضرتك اثرت الجزء ده، لان الجزء ده برضو هام في ترشيد الطاقه، انه بياثر على التغيرات المناخيه. طيب كده تمام ترشيد يا فندم؟ لا طب استنى بس، احنا جايين دلوقتي لو الترشيد خلص هنخش بقى في الموضوع الجوسي، او يعني الموضوع اللي انتوا كلكم جايين يعني شكلكم كده ناويين عليه، هو موضوع ضوابط واستخدام الفحم على ما اعتقد، يعني عندي احساس بكده بس مش عارف يعني. طيب ماشي. اتفضل يا فندم. هنبدا الفحم يا فوزي بيه؟ هنبدا الفحم ولا ايوه ايوه. بس المشروع ده بس بشكل عام خلي بقى جاني اللي عارف بس احنا سامعين يا دكتور. هو ما هي هو فعلا المشروع ده المشروع بتاعنا اللي بنتكلم فيه ده الاول بيتوقع عليه 3 بروجكتس او 12 بتاعه، بس هو بتاعنا ده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده وبيشتغل على القطاع الصناعي، هي اللي هم بيشتغلوا على الاضاءه فقط في القطاع المنزلي. غالبا في القطاع المنزلي وفي شغل مع وزارات مختلفه، بس على الاضاءه احنا حاجتنا بنتكلم فيها وقود واضاءه، وبنتكلم بصفه عامه اكتر بس احنا في قطاع الصناعه. كلهم يا فندم كلهم. تمام. ما عملتش حاجه. لا صح. اسمع الفندم ما بيقول لك. اتفضل فندم. قبل بس من ننتقل لموضوع الفحم كان في برضك دعوه. واحنا هننتقل للفحم؟ لا قبل ما ننتقل لموضوعات اللي هو احنا هننتقل للفحم؟ لا. ففي دعوه بس لجميع المصانع من خلالكم ان هم اللي يرغب من هذه المصانع في الاشتراك في البرنامج لترشيد الطاقه، في رقم اعتقد ان هو واضح على الشاشه، ممكن عليكم برضه ده يكون من خلالكم دعوه لجميع المصانع يشاركوا، يتصل بهذا الرقم مجموعه الاعمال المشكله، مجموعه جاهزه للرد على اي مصنع، بيبعتوا له عضو فني بيعرف مشكلته ايه ويبدا يتعامل معاه. هي بتشارك ده في الجامعات؟ لا بتكلم على مجموعه العمل البرنامج نفسه. انا بتكلم عن مجموعه العمل، فمن خلالكم يعني هذا الرقم ممكن يبقى متداول لاي مصنع يحب يشارك في هذا البرنامج. شكرا. ده بالنسبه للمصانع اللي
ده بالنسبة للمصانع بتاعتنا حاليا دلوقتي. المصانع الجديدة هل هيتراعى فيها البعد ده؟ هل في محفزات هناك للناس الصناعية لوزارة البيئة على تشجيع المستثمرين على المصانع الجديدة؟ السؤال طبعا كويس جدا وده شيء طبيعي. النهارده التكنولوجيا اي حد بيحاول يجيب مصانع بيحطها احنا بنشترط عليه تكون مصانع مواكبه للتطور التكنولوجي الموجود. بالتاكيد اي النهارده مصانع جديده بتراعي هذا الكلام على مستوى العالم عموما يعني. لكن مفيش حد هيجيب حاجات اولد مثلا او حاجات قديمه قوي او يعيد مصانع او قديمه. فاحنا بنراعي الكلام ده لمصلحته. بالمناسبه الصانع نفسه او المستثمر نفسه بيعمل الكلام ده سهل يحط دراسه الجدوى بتاعته ويختار اكفأ المعدات بمواصفات محدده عشان هو في الاخر ده عايد عليه هو اصلا. بالمناسبه مش الدوله بس في عباره عن اثنين فايده. فايده للمصنع نفسه ان هو بيوفر مش هيدفع ثمن طاقه كبير وبالتالي هو ده من ضمن استثماراته. الحاجه الثانيه بيوفر لنا طاقه اخرى اقدر استفيد بيها لمصانع اخرى. لكن كل المكن تقريبا دلوقتي يعني بيحقق الحل الكلام فيه واحنا بنراعي هذا الكلام طبعا في المصانع. حضرتك ذكرت المصنعين اللي هم هذه الفخيره وقلت في تركيب مصنع. حضرتك ذكرت المصنعين اللي قلت لهم ان هذه الفخيره والمصنع اللي بيت الحلويات 30 مصنع اللي مش شغالين في اي قطاعات. في قطاعات السيراميك في قطاعات الحلويات في قطاعات اسمنت اخرى في قطاعات واسمده وحديد اخرى ثانيه. انا قصدي ان هم مصانع كبيره كلها كثير كثير استهلاك الطاقه معايا وصناعه ودعوه ثانيه بنقول ايه كل المصانع اللي دايما جاهزه ممكن يتصلوا بيها. شكرا. برضو خلي بال حضرتك ان المشروع عندهم زي ما قلنا في مكون سياسات. السياسات هي اللي سيادتك بتتكلم عليها دي. ما هي السياسات؟ يعني لما بندرس الكلام ده وبننفذه بنطلع بالتجربه. طب ايه هي كانت المعوقات؟ هل احنا محتاجين نغير انهي سياسه؟ هل هي سياسه الجمارك مثلا؟ هل سياسه الدعم؟ وما هي الادوات؟ هل هي دراسات التقييم البيئي بحيث انها تبقى جزء ويكون فيه معدلات لاستهلاك الطاقه بالنسبه للمنتج ونوع التكنولوجي واللي يفوقها يعتبر انه ما يحس الموافقه او يبقى عنده اجراءات وارد. وعشان كده وزاره البيئه مشاركه وزاره الصناعه في هذا المشروع كويس لان هنطلع بالكلام ده بما هي التغيرات في السياسات وادواتها اللي تساعد على ترشيد الطاقه. انا قلت هنطلع يعني لسه بندرس. مفيش ما هو ده مش ممكن. هو سياسه الدوله دلوقتي ان بالنسبه للصناعه مفيش دعم للطاقه اساسا يعني. دي سياسه بتخزت وبتنفذ. الصناعه خلاص ما بتاخدش دعم طاقه خلاص كويس. فبالعكس يعني. طيب نخش بقى على الفحم. نخش على الفحم. طيب المره دي بقى احنا بدانا المره اللي فاتت من هناك وانا شايف اللي هناك بقى هم اللي فرحت نبدا بقى من اليمين بعد اذن حضراتكم. يعني طبعا الاخوه الزملاء في الجهاز عايزين يسالوا يعني ما اعتقدش يعني. طب خلينا بسرعه بس عشان ده كان جهد يعني خد مننا من اول ما توليت من يونيو لحد وصلنا للمسودات التقريبا النهائيه في اكتوبر نوفمبر يعني. وكان الكلام بيتم بشكل حوار مع جميع الاطراف. شارك فيه وزاره الصناعه يعني بكثافه، وزاره النقل، وزاره الصحه، وزاره الكهرباء، وزاره العمل، وزاره الداخليه. طبعا دي وزارات اساسيه ساهمت لمناقشه كل، بالاضافه طبعا للصناعه، صناعه الاسمنت اللي هي شعبه الاسمنت في اتحاد الصناعات المصرية والجمعيات الأهلية. وكان بيتم العملية ان احنا بندي مسودة أولى ثم نقعد مع الناس المعنيين يطلع بتعديلات ثم نقعد مع الناس الآخرين يطلع بتعديلات ثم نوفق بنادي التعديلات
كويس. ثم نجمع بقى كل الناس على مسودة فيها التعديلات، ثم ناخد تعديلات تانية وهكذا. وبالتالي عندنا عدة نسخ، أعتقد بلغت 20 أو 22 نسخة، حتى وصلنا للنسخة اللي احنا خلاص اقتنعنا ان تم تشاور مجتمعي كويس قوي مع جافة الأطراف، وقدمناها لمجلس الوزراء وتم مراجعتها مع وزارة العدل، ثم تم إصدارها في الجريدة ومنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أبريل 2015. طيب الملامح الأساسية للضوابط الخاصة بالفحم، خليني قبل ما أبدأ وانتهز فرصة ان جوفانا موجودة من اليونيدو، وأشكرها على التقرير اللي جانا من اليونيدو على ضوابط استخدام الفحم، ترسلها من المركز الرئيسي لينا ايه هي معايير استخدام الفحم في مصر. برضو بشكر هيئة المعونة الفنية الألمانية والتي وفرت لنا الدعم الفني لإعداد الضوابط البيئية من خلال زيارات لأعضاء من المجموعة إلى الخارج، ومنهم الدكتور عطو. الدكتور عطو موجود ومعاه بعض الشباب من الجهاز اللي سافروا وشافوا، وخبراء من عندهم جم وشافوا، وخبراء من عندهم جم وقالوا في تقرير رسمي موجود كلاسير كبير قد كده، حتى هم مسمينه الكلاسير بتاع استخدام الفحم في صناعة الأسمنت، واللي وصلوا في أول صفحة لكونكلوجن أو لخلاصة أنه من الهدر للموارد أن تستخدم الغاز الطبيعي في أفران الأسمنت. هذا ما يقوله خبراء الألمان اللي جايين، واللي هم واحد منهم يعتبر أبو صناعة الأسمنت في أوروبا، جون بيير. هذه الخلاصة اللي بيقولوها لمتخذ القرار، يا سيدي لا تحرق الغاز الطبيعي في أفران الأسمنت، العالم كله يستخدم الفحم مع خليط من المواد البديلة، بالإضافة أن هم ادونا المعايير الأوروبية وشرحوها لنا، وادونا كمان بعض المعايير الخاصة بالنقل والتداول، فاحنا بنشكرهم على معاونتهم. نتنقل للضوابط العامة للفحم. أهم حاجة في الفحم إن احنا قصرنا استخدام الفحم على أنشطة معينة. معناها إيه؟ يعني الأصل عدم استخدام الفحم، والاستثناء هو استخدام الفحم في أنشطة 5. 3 منهم كانوا موجودين قبل كده، و2 أضفناهم. الخمسة، الثلاثة اللي كانوا قبل كده وطول عمرهم بيستخدموا فحم، حديد الصلب، فحم الكوك، صناعات فحم الكوك، وصناعات الألمونيوم في الأقطاب الكهربائية، بس دول اللي كانوا قبل كده. احنا أضفنا ايه بقى؟ احنا مش واحد، احنا حكومة، احنا كل الوزارات، يعني انا بتكلم باسم ان الحكومة ضامنة متضامنة، مفيش حاجة اسمها بيئة وصناعة في الحتة دي، نمشي مع بعض. اضفنا صناعات الاسمنت واضفنا توليد الكهرباء، مفيش بقى انشطة اخرى. لا يجوز، لان ما عندناش فحم في مصر غير فحم المغارة، وقدامه فترة ودراسات عشان يتم إسراءه، يعني عشان يتم يبقى نوعيته أحسن، فتكلفه الاقتصادية دلوقتي ما بتخلوش نستخدمه. يبقى هتستورد الفحم، لا استيراد للفحم إلا بتصريح يصدر من الجهة أو الوزارة المسؤولة، صناعة، بترول، كهرباء، بحسب الاستخدام. مش صناعة الألمونيوم تبع وزارة الصناعة يبقى الصناعة، وزارة الحديد والصلب عندهم، الأسمنت عندهم في الصناعة، كهرباء عند وزارة الكهرباء، يبقى مفيش إلا بتصريح، والتصريح لا يصدر إلا بموافقة بيئية، والموافقة بيئية تعطى بناء على دراسة تقييم آثار البيئة. التصريح مش أبدي،
ده انا بدي دلوقتي تصريح التقييم البيئي ابدي. يعني لما يجي يديني لا خليناه في الحته دي مربوط بسنتين يجدد كل سنتين ولا يجدد الا بموافقه لجنه تراجع تقارير الاداء البيئي بتاع هذه المنشاه سواء كانت بتستورد او سواء كانت بتحرق. وفي هذه اللجنه المجتمع المدني ممثل. اقروا الضوابط. الصناعه ممثله، الحكومه ممثله، والمجتمع المدني ممثل. وبناء على توصيه هذه اللجنه يتم اما منع واما موافقه على مد التصريح لمده اخرى. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ مسكنا استخدام الفحم المتداول، ما بقاش لكل واحد. في الوضع الحالي قبل الضوابط كان لكل واحد. دلوقتي لا. بقى الناس معينه محدده. الحاجه الثانيه ان في انواع فحم خدناها من المقايسه او مواصفات المصريه للفحم وخدنا هذه المجموعه اللي بتحقق اقل ضرر ممكن. في نوعيه فحم، نوعيه رديئه احنا مش عايزين نسترخص ونجيبها مصر فحصرناها. انواع الفحم في جدول عند حضرتك موجود، هتلاقيه موجود كده اهو مستند الى مقايسه الى مواصفات المصريه. يبقى احنا الاول سيطرنا على مين؟ على تصريح، على نوع الفحم، ثم على كميه الفحم. كميه الفحم بتاخدها بناء على انت انتاجك قد ايه وعايز طاقه قد ايه ونعمل المعادلات. هنا بقى ممكن ندخل ترشيد الطاقه. لو لقينا استهلاكه اكتر من الانماط المتعارف عليها ممكن تتحكمي فيه خلال كميه الفحم. تقول له هديك السنه دي 100 بس في 3 سنين في خطه التقييم البيئي هتقول لي ازاي هتخفض النسبه دي عشان هترشد. نبدا نتكلم وانا بتكلم مع صناعات كثيفه الاستخدام للطاقه. فبديك اداه. فحددنا الانواع، حددنا الكميات، ثم حددنا المسؤوليات. الفحم مسؤوليه شركه الشحن والتفريغ من ساعه وصوله الى الميناء حتى خروجه من الميناء. اما بعد ذلك فهو مسؤوليه الشركه اللي هتستخدمه نقلا وحرقا وتخزينا وكل حاجه. وبالتالي حددت المسؤوليات بحيث ما حدش يقدر يخلص من المسؤوليه ان انا ايه؟ ادي عقد لشركه ثانيه واطلع عنها. لا، حددنا المسؤوليات هتمشي ازاي. التصريح يطلع باسم الشركه اللي هتستخدمه. وبعدين هي تتفاوض او تعمل اتفاق بقى مع اي شركه شحن هي عايزاها. انا ماليش دعوه. لكن شركه الشحن والتفريغ هي الملزمه بانها تركب المعدات المطلوبه في الميناء في الرصيف بتاعها. سواء كانت سيور مقفوله او مخازن مقفوله او وسائل نقل داخلي جوه الميناء. هي المسؤوله، هي اللي تدفع التكلفه مش الدوله. عشان في ناس قال لك احنا اللي هندفع الثمن. لا يا فندم، مش الدوله اللي هتدفع الكلام ده. الشركات اللي عايز حاجه هو اللي يبقى مسؤول عنها. فمرحله الشحن والتفريغ موجوده عندكم بالتفصيل وبطريقتين مختلفتين